قبل ما نتقابل مع ضيفنا العزيز، معنا تقرير صورته كاميرا يحكى أنا مع الدكتورة شيرين درديري استشاري الصحة النفسية. هنعرف منها إزاي السوشيال ميديا أثرت على شعورنا بالرضا، وإيه المؤشرات النفسية. خلي بالكم الحتة دي، العلامات الضوء الأحمر. إيه المؤشرات النفسية والضوء الأحمر اللي أنا أعرف منها إني مش راضي عن حياتي؟ السوشيال ميديا للأطفال، لما طفل يشوف أب وأم بيروحوا أماكن معينة بأولادهم، ده بيأثر عليه نفسياً، بيبتدي يروح يقول لوالده ووالدته ويطالبهم أو يحسسه بالحرمان. الحرمان من إن هو يحقق نفس الحاجات اللي بيشوفها على السوشيال ميديا دي، ده قبل كده ما كانش موجود في مجتمعاتنا قبل السوشيال ميديا، فبالتالي بيقارن بين عيشته وبين العيشة اللي عايشها الطفل ده، فده قد ايه بيأثر سلبي على الطفل. ولذلك احنا بننوه لكثير من الناس، بلاش كل غدوة اتغداها مع اولادي اصورها، بلاش، صح؟ يعني لان في ناس تانية مش قادرة تحقق ده لولادها وغصب عنهم على فكرة، فبلاش ده لانه بيأثر بالسلب على الاطفال. طبعا الفتيات وان هي تشوف نماذج معينة من الملابس ونماذج معينة من العري الغير مقبول، والفتيات لسه عقولها بكر بتبتدي تتكون فيها أفكار، فبنتكلم في فكرة التقليد. أحيانا نصل إلى قصات الشعر، بعض الموضات الغير لائقة وغير مناسبة لمجتمعاتنا خالص الشرقية، فبالتالي بتبتدي الفتيات تبقى عندها شراهة ان ده ممنوع فمرغوب ان انا اقلده، حتى لو كان ده بيخالف تعاليمنا. فده انا شايف ان هو بيأثر بالسلب كمان عن رضاها بنوعية حياتها. ممكن يكون برضو الاهل مش قادرين يوفروا لها المستوى ده، سواء من المسكن للناس الكتير اللي بتظهر بصورها داخل مساكنها الفارهة وداخل الفلل، ده بيخلي أشخاص تانيين غير قادرين على تحقيق هذا المستوى عندهم شعور بالحرمان، وبالتالي الشراهة لنموذج إن هي بتجري لنموذج الرجل اللي هيخرجها من ده ويوديها لمستوى مادي. وبالتالي ظهرت عندنا المشكلة الأساسية إني بقى معايير اختيار شريك الحياة وضع معيار خاطئ، هو مع كام. أنا مش ضد أن الفتاة ترفع من مستواها الاجتماعي أنها تتزوج شخص يعني ميسور ماديا، ولكن لازم يكون في شروط تانية تتوافر في الشخص ده، ما يكونش فيه عيوب جوهرية. هي قصة مش قصة مادة بس، قصة أخلاقيات، قصة هيتعامل معها إزاي، قصة تربية العيلة ليه إزاي. الشخص ده لازم اتاكد ان هو لا يتعاطى شيء، ما في نماذج كتيره وزيجات كتيره بتفشل بسبب الاسباب دي، وبيكون الانجذاب في البدايه للزيجه على اساس المادي. نحمي نفسنا ازاي من العالم الفانتازي بتاع السوشيال ميديا اللي بقى بيجتاح عقول، خلاص ده عقولنا كلنا، ده عقول السيدات، ده عقول الاطفال، حتى في رسم نموذج تربوي للطفل. عشان كده دي رسالة من منصة برنامج حضرتك لكل الأمهات، خليكي حريصة جدا ابنك بيشوف ايه. ويعني هحط كام خط تحت برامج التيك توك اللي فيها مستوى من الألفاظ ومستوى أخلاقيات بتبث فيها السم في العسل للأطفال اللي هم والمراهقين، بتقدم النموذج القيمي للطفل اللي بيتعامل على أساسه بعدين. فخلينا نرجع تاني لعاداتنا القديمة من احترام الكبير، ونعمل ده ترند بقى. ليه ترنداتنا كلها بتقول للسلبي؟ يعني احنا حابين ترندات ايجابية شوية. يعني احنا شايفين المجتمع بينهار، نسب الطلاق بتزداد، الاخلاقيات فيها انحدار في القيم،
فاحنا عايزين على قد ما نقدر الترندات تبقى ايجابيه بعوده الملامح المصريه للاسره المصريه البسيطه اللي كلنا بنحن لها على فكره.